بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الفقهي المباشر فصل الخطاب، الذي يأتيكم في كل ليلة اثنين من قناة كربلاء الفضائية. فأهلا وسهلا بكم أخوان الأعزاء، اللي عنده استفسار، اللي عنده سؤال شرعي، فبإمكانه يتصل على الأرقام التي ستظهر بعد قليل أسفل الشاشة. إلى أن نتلقى اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تجينا اتصالاتكم. الأخت أم أحمد من السماوة تقول: عندي طيور أكلت هنا القطة، وحلفت بالله أن أسمم هذه القطة حتى تنعقد اليمين. يشترط في متعلق اليمين أن يكون الفعل واجب أو مستحب، أو ترك حرام أو مكروه. فإذا كان متعلق اليمين أمر راجح شرعا مثل فعل الواجب أو فعل المستحب ينعقد، أو كذلك إذا كان متعلق اليمين ترك حرام أو ترك مكروه كذلك أيضا ينعقد. فبالنسبة لقضية التسميم هذا ما يعد أمر راجح هذا شرعا، فلا ينعقد اليمين في هذه الحالة. إذا عندكم اتصالات السيد المخرج. الأخ صفاء من بغداد يقول: أنا 10 سنوات. الأخ صفاء من بغداد يقول: 10 سنوات لم أصوم بسبب المرض، ما حكم هذه السنوات؟ طبعا يعني عندنا من شرائط وجوب الصوم هو عدم المرض، فإذا كان شخص مريض ويتضرر من المرض لا يجب عليه الصوم، أما إذا كان مريض وما يتضرر من المرض فيجب عليه الصوم. فإذا كان شخص مريض ويتضرر من الصوم. عندنا اتصال الأخ أبو محمد من واسط. السلام عليكم أبو محمد. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضل ابو محمد. الله يحفظكم سيدنا. سؤال: عندي سياره بالنسبه لي ابعتها، والسياره راحت عني يعني فتره وراحت يعني مكان بعيد، 5 أشخاص أو 6، فبعدين سويت عليها حجز. نعم. يصير مثلا انا بعد اصرر بها لو ارجعها لصاحبها مثلا، شلون في حالك؟ ليش سويت عليها حجز ابو محمد؟ ليش سويت عليها حجز؟ عفوا. الو. ليش سويت عليها حجز السيارة؟ ليش حجزتها؟ الو. السيارة ليش حجزتها؟ أبو محمد. الأخ أبو محمد. للأسف أنه فقدنا الاتصال ويا الأخ أبو محمد، إذا أمكن يعاود الاتصال مرة أخرى. نعم. الأخ حسن من كربلاء. السلام عليكم حسن. عليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضل حسن. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حسن، عندك سؤال؟ تفضل. إحنا عندنا سؤال. إحنا قبل تقريبا 3 قرون. شنو 3 شنو؟ قبل 3 قرون ندفع أموال الشخص إنه يدعي إنه صاحب شو نقول ملك أو قطاعي، وإحنا عبد الكريم قال أنت كل شيخ عموم 1000 دونم، وبعدين إجا وراه البعثية سوى 300، وبعدين صارت الجمعيات الفلاحية إنه هذا الموضوع صد مرة. لحد الآن هذا تقريبا أكثر 100 سنة يأخذ أموال من المزارعين اللي هم ماسكين الأرض، ف
فهذه الأموال اللي تدفع لها هي الدولة تابعة المالية للزراعة، هل هذا يجوز بالإسلام حلال أم حرام؟ عفوا عفوا حسن، الأرض لمن الأرض؟ الأرض مملوكة لشخص لو للدولة؟ حسن الأرض هي تابعة للدولة. حسن شوية الصوت عفوا مو واضح، الصوت مو واضح. الأرض مملوكة للدولة لو ملك صرف لشخص معين، للأسف أنه الاتصال. السيد المخرج ما أدري فهمت السؤال أخ حسن. نعم نعم الأخ حجي هادي من كربلاء، السلام عليكم حجي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، أهلا حجي تفضل. بني سيدنا عليكم السلام ورحمة الله، الله يرفقكم سيدنا يعطيكم العافية إن شاء الله. تفضلوا حجي تفضلوا. سيد بالنسبة جيت أمشي بالطريق بالدراجة. نعم نعم سيد حجي بلا زحمة عليك، وطي صوت التلفزيون. سيد حجي وطي صوت التلفزيون وتفضل اطرح سؤالك. امشي بالدراجة. نعم نعم نصي نصي التلفزيون، قللي التلفزيون. سيد نعم اجيت امشي بالدراجة. نعم الطريق البساتين. نعم ولقيت كرم واجع منه بدراجة، هذا الصندوق بمشمش. نعم وعايفه وماشي. نعم وطبقنا أنا بالسيارة على مود لاي المريد نعمة الله. ولمنا أخذناه والممرود وخرناه عنا بطريق السيارة. صندوق كامل؟ سيد ما أدري شنو صندوق. إحنا هم كناه تقريبا أخذ فيه يمكن بالأربع كيلوات. نعم. والولد أبو سارة هم أخذ بالأربع كيلوات، والباقي لمنا دبيناه على صفحة على مود لا ينسحي. نعم. يعني هذا واقع منه من السيارة مو؟ بني؟ واقع من السيارة؟ لا واقع منه بدراجة. نعم واقع منه بدراجة وعايفه وماشي. واضح يعني ايش مدريك يعني انت هو عايفه وماشي؟ هو عايفه وماشي، ما لقينا حد يمه بنص الطريق وخذنا نعمة الله تنسحك. فلما انا اخذنا انا وبسيارة عم طبق وياي، لما انا واخذنا وما تبقى الممرود والمتذبل واضح. 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 واضح واضح حجي واضح حجي واضح واضح واضح. شكرا حجي شكرا. اي والله شكرا 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 ان شاء الله شكرا. عندنا اتصال. الاخ مالك من البصرة، السلام عليكم مالك. السلام عليكم مالك. الأخ مالك مالك تسمعني؟ ألو نعم أخي. السلام عليكم. ألو السلام عليكم سيدنا الغالي. أهلا وسهلا تفضل مالك، تفضل اطرح سؤالك تفضل. سيدنا أخي سيدنا عندي استفسار. أكو أحد أصدقائي واحدة من بناته طلقها قيابي بالمحكمة. شنو عفوا اكرر سؤالك مالك؟ احد اصدقائي عند بنيه طلقها بالمحكمه غيابي. طلق زوجته غيابي؟ نعم بته شيخنا طلقت غيابي بالمحكمه. نعم هاجرها زوجته وراح المحكمه طلقها غيابي. صار البنيه 7 سنوات مطلقه غيابي. اوكي نعم. رادت تتزوج قالوا لها ما تتزوجين الا تطلقين عن طريق شيخ. نعم
اي وين طلقت هذا الطلاق اللي قلت عليه قبل سنه؟ ما يرضى يطلق يقول له يحضر الزوج. عفوا مالك طلقت باليم القاضي طلقت له قبل 7 سنوات؟ هو مره طلقت قاضي قيادي. القاضي طلقها؟ نعم قاضي قيادي. نعم صار لها 7 سنوات هسه جتها تتزوج لازم تطلق من الشيخ، الشيخ يقول ما طلقاني الا يحضر زوجها، زوجها ما يرضى يحضر. نعم صار لها 7 سنوات هاجرها يعني مطلقه بالمحكمه قيادي. يصير تتزوج ما يصير شنو هالشيء. نعم يعني طلاق شرعي ما مطلقه هي؟ لا لا عن طريق شيخ ما مطلق بس محكمه مطلق. نعم واضح قيادي. واضح مشكور سيد. واضح اهلا وسهلا. عندنا اتصال الاخ فؤاد من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اهلا وسهلا. شلونك سيدنا؟ شلون احوالك؟ عافيتك الله يخليك. اهلا وسهلا اهلا بكم سيدنا. بلا زحمه عليك اغني من مقلدين السيد السيستاني الله يحفظه. نعم فقط عندنا استفسار واحد. تفضل. تسمعني سيدنا؟ تفضل اسمع تفضل. نعم بالنسبة لبيع الورق هذا اليوم بالسوق المتداول فيه يعني نعم. واحد يشتري ورق ويرجع اوراقي. نعم بدنا نعرف فتوى السيد السيستاني نعم. الله يحفظه شنو بهذا الخصوص يعني حلال حرام بيع اشكال. نعم واضح ان شاء الله. اكو سؤال اخر؟ نعم سيدنا. سؤال اخر عندك؟ لا حبيبي رحم الله. شكرا 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 فؤاد شكرا. عندنا اتصال الاخ ابو محمد من ديالى. السلام عليكم ابو محمد. السلام عليكم الاخ ابو محمد. السلام عليكم ابو محمد. السلام عليكم ورحمه الله سيدنا. اهلا وسهلا تفضل ابو محمد تفضل. انا سيد العفو السلام عليك. تفضل. الاحرام سيدنا يقولون الشعر الشعر الطاقه. شنو عفوا؟ اذا واحد بالاحرام وشعر ماله هو اصلا انتفاق عنده تساقط بالشعر شو يسوي؟ نعم هو يعني وقع شعره لو هو شعره وحده يوقع. شلون سيدنا؟ اقول شعره وحده يوقع لو هو يوقعه. لا هو يوقع هو عنده تساقط وبالاحرام ما يجوز الشعر شو يسوي؟ يعني شلون يوقعه؟ لا هو اصلا سيدنا العفو هو اصلا عنده تساقط بالشعر يعني من يغسل مره نعم ينشر مثلا يتساقط من عنده شعر. واضح واضح. شكرا سيدنا حياكم الله. فعندنا سؤال الأخ صفاء من بغداد يقول 10 سنوات لم أصم بسبب المرض. فذكرنا أن قلنا إذا كان الشخص مريض ويتضرر من الصوم لا يجب عليه الصوم. إذا شوفي بعد شهر رمضان من المرض طبعا يقضيها، هاي الأيام اللي فاتت بسبب المرض يقضيها. إذا ما قضاها يعني شوفي من المرض ولم يقضي إلى أن جاء شهر رمضان الثاني، ما قضى إلى أن يجي شهر رمضان الثاني يقضيها بعد شهر رمضان الثاني ويدفع فدية تأخير اللي هي 3/4 كيلو من الطعام. أما إذا كان هو مريض ويتضرر من المرض إذا صام واستمر المرض به إلى مجيء رمضان الثاني، يعني مثل ما سؤال الأخ يقول أنا 10 سنوات لم أصم بسبب استمرار المرض، فإذا كان المرض مستمر من شهر رمضان الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث ومن الثالث إلى الرابع وهكذا إلى العاشر، هذا هنا يسقط عنا القضاء، لا يجب عليك القضاء يا أخ صفاء، فقد تجب عليك الفدية. الفدية 3/4 كيلو من الطعام عن كل يوم، 3/4 كيلو يعني الشهر كله 22 كيلو أو نصف، 22 كيلو ونصف تضربها طبعا في 10
حج هادي من كربلاء يقول بص يعني بالطريق وانا ماشي صندوق مال مشمش سقط من دراجة، ما حكم ذلك؟ هذا إذا تعرف، طبعا إذا تعرف صاحب الدراجة المالك لهذا المشمش. عندنا اتصال، عفوا الأخ أبو حسين من كربلاء. السلام عليكم أبو حسين. أبو حسين السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أبو حسين. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. سيدنا الله يسعدك. أهلا وسهلا، أهلا، تفضل أبو حسين. عندك سؤال أبو حسين؟ ألو. عندك سؤال أبو حسين؟ أبو حسين وياي بعدك؟ للأسف أنه فقدنا الاتصال ويا الأخ أبو حسين. إذا أمكن أبو حسين يعاود الاتصال مرة أخرى. نعم، فنعم بالنسبة لقضية الصندوق المشمش اللي سقط يعني وقع بالطريق، إذا تعرف المالك مالته مال هذا الصندوق مال صندوق المشمش فهذا تنطي الصندوق مالته. إذا لا يعني ما تعرف أنت هذا وأيست من عنده فتصدق به على الفقراء ويصير تقيمه. طبعا هو هذا المشمش يعني من الأشياء اللي تتلف يعني ما تبقى الفترة طويلة، فتقدر تقيمه إذا يعني ما قدر تعثر على صاحبه في نفس الوقت، ما ممكن طبعا الانتظار هذا، فتقدر نعم تقيمه أنت، تأخذه لك يعني تقيمه إيش قد تشوف فلوسه مثلا هذا الصندوق اللي أخذته، تقيمه وتصدق بقيمته على الفقراء المتدينين، لأن المشمش ما يبقى فترة طويلة. نعم أبو محمد من البصرة، السلام عليكم أبو محمد. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، تفضل أبو محمد. العفو، بس سؤالك، أنا موظف. نعم. ومقبل إن شاء الله على الحج. نعم. سيدنا تعرف راح أقدم إجازة، هاي الإجازة تقريبا 30-35 يوم. نعم. هاي الإجازة أنا أضرني الصراحة يعني ما أستلم راتب هذا الشهر. نعم. عادي يعني موافقة الدارة مثلا. نعم. يجزئون هاي الإجازة على عدة أشهر، يعني مثلا يوزعونها مثلا كل شهر 5 أيام 6 أيام، هي هذه وحدة. نعم. أتريدني؟ واضح. وبالنسبة قضية ثانية، قضية الخمس، يعني تعرف الحاج لازم يخمس أمواله الله يروح. نعم. عندي أموال يعني احتمال يعني تعرف هاي سالفة الهدايا الحجاج وهاي اللي هم يعني هاي تضعف من سهل الحال، هذه شغلة ثانية. شغلة ثالثة هاي لا شنو يعني عفوا الثانية، شنو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني شنو؟ يعني هم يعني هل واجب عليها الخمس؟ أبو محمد بس عيدنا السؤال الثاني، شنو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني سيدني قضايا هدايا الحجاج يعني تعرف مكلفة على الحال. نعم. يعني هذه ما بيها يعني فد رأي معين حتى واحد شلون قضايا مثلا المناسبات والأعراس يعني الهدايا يعني قصدك الهدايا اللي يعني من تروح للحج تجيب هدايا وياك وتعطيها للناس، وهذا قصدك سؤال عن هذا؟ قصدنا بصورة عامة يعني سيدنا. هاي وحدة. الشغلة الثانية الأموال بالنسبة للخمس سيد.
أبان بن تغلب الكندي الكوفي من المحدثين ورواة الحديث. أدرك أبان الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام، وأخذ منهم العلوم ونال منزلة رفيعة في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، وكان معروفاً بكثرة الرواية عنه عليه السلام، حتى قيل إنه روى 30,000 حديث، وكان من أعاظم القراء، بل كان يقرأ القرآن الكريم بطريقة خاصة عرفت بين القراء. بلغ من علم أبان هذا وفضله أنه قد وثقه علماء السنة ومحدثوهم مع اعترافهم بتشيعه، ووصفه الذهبي الذي هو من علماء السنة في كتابه ميزان الاعتدال بالصلابة في تشيعه وصدق الحديث. ونقل الشيخ الطوسي أن الإمام الباقر عليه السلام انتدبه مرة لمناظرة أدبية مع أحد المدعين، وأمره بالتصدي للإفتاء في مسجد المدينة، ثقة منه بمكانته العلمية والفقهية بشكل خاص، قائلا له: اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. وكان أبان يقول: حدثني جعفر بن محمد وعاب عائب على روايته عن الإمام الصادق فقال: كيف تلومونني في روايتي عن رجل ما سألته عن شيء إلا قال: قال رسول الله. حياكم الله مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم، ونأسف لهذا الخلل الطارئ. وصلنا السؤال. الأخ مالك من البصرة يقول: أحد الأشخاص طلق زوجته بالمحكمة، صار قبل 7 سنوات، ولحد الآن لم تطلق طلاق شرعي. بالنسبة للطلاق، إذا اجتمعت به شروط، يعني شروط، عندنا شروط المطلق تسمى، اللي منها البلوغ، العقل، الاختيار، القصد، وعندنا شروط المطلقة اللي منها هي أن لا تكون المرأة حائض، يعني الخلو من الحيض والنفاس، إذا أراد يطلقها يكون خالية من الحيض والنفاس، ويكون يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، يعني بعد الحيض يجي طهر، هذا الطهر قبل أن زوجها يقاربها، يعني قبل أن يجامعها يطلقها، إذا جامعها في هذا الطهر بعد ما يصير يطلقها إلى أن يجي طهر آخر يطلقها قبل المواقعة. وعندنا أيضا من شروط الطلاق هو أن يقع بمحضر شاهدين أو بحضور شاهدين عادلين يسمعان صيغة إنشاء الطلاق، يعني عندما يقول الزوج: زوجتي طالق، كن بمحضر شاهدين عادلين يسمعان هذه الصيغة. إذا اجتمعت الشروط هذه كلها في الطلاق يكون الطلاق صحيح، إذا فقد شرط على الأقل من هذه الشروط الطلاق يكون مو صحيح. فالطلاق يم القاضي، إذا اجتمعت بهذه الشروط نعم يكون الطلاق صحيح، إذا ما اجتمعت عادة، إذا ما اجتمعت يكون هذا الطلاق مو صحيح، يحتاج إلى طلاق صحيح. فإذا المرأة طلقت طلاق مو صحيح باقي على ذمة زوجها إلى أن تطلق طلاق صحيح، إذا طلقت طلاق صحيح نعم تلزم عدة، طبعا إذا كان زوجها داخل بها ولم تكن صغيرة ولا يأس فتلزم عدة، وبعد العدة، بعد ما تخلص العدة تقدر تتزوج من رجل آخر. الأخ فؤاد من كربلاء يقول: ما حكم بيع الورق؟ عندنا بيع الورق بورق، يعني بمثله كبيع الدولار بالدينار، إذا كانت المعاملة نقدية الثمن يكون نقد، يعني حال يكون عفوا النقد يكون حال، هذا البيع صحيح.
أما بيع الدولار بالدولار بالآجل، الثمن يكون نسيع، الثمن يكون مؤجل، سمحت السيد عنده بيه إشكال. إن شاء الله نكمل بعد أن نأخذ هذا الاتصال. نعم، الأخ وليد من الكوت. السلام عليكم. السلام عليكم وليد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل وليد. سيد بدون زحمة علي، مسألة خص استبدال الطحين. شنو عفوا؟ استبدال؟ سيدنا مسألة بخصوص استبدال الطحين عند الخبار والحكم الشرعي بها. أكو حل يعني سبع الغير بيع الطحين باعتبار الخبازين ما يأخذون الطحين؟ واضح، إن شاء الله نجاوبك على هذا السؤال إن شاء الله. أكو سؤال آخر وليد؟ وليد أكو سؤال آخر؟ شكرا، شكرا جزيلا، شكرا شكرا. نعم، إذن بيع الورق يعني بنفس الجنس، أبو محمد من السماوة. السلام عليكم أبو محمد. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام سيدنا، شلونك؟ اهلا وسهلا، اهلا ابو محمد، تفضل. وعليكم تفضل. السلام سيدنا. تفضل ابو محمد. وعليكم السلام، تفضل اطرح سؤالك ابو محمد. تفضل اطرح سؤالك ابو محمد. سيدنا سؤال بروح وادي. نعم، عندي مشكله بالنذور، انذر وانساها بعدين، ما حكم النذر؟ شنو تقول صيغه النذر؟ شو تقول ابو محمد؟ شنو صيغه النذر ابو محمد؟ يعني النذر اقول انذر لسيد فلان او لامام او لاي شيء، يعني ما تقول وبعد فتره انسى النذر. ما حكم هذا ابو محمد؟ عفوا، تقول لله علي ابو محمد؟ تقول لله علي؟ تقول من تنذر تقول لله علي؟ لا ما اقول، اقول مثلا نذر للامام فلان، نذر هالكثر اسوي له، بعدين وقت انسى انا. واضح ان شاء الله. اكو سؤال اخر؟ سؤال اخر، عندي انا محل سيدنا بروح والدك، عندي انا محل. نعم. المحل عندي انا محل، المحل تجيني ناس ابيع لها، بس من ابيع لها؟ يعني اخذ منها زايد. شنو تاخذ منها؟ اخذ منها زايد، بس شنو هم يعرفون الشغل. تربح يعني تاخذ ربح زياده. اذا اقول مثلا 1000 دينار انا اخذ ابيعها 3000، هم بها اشكالها؟ ايش قد تاخذ ربح؟ ايش قد؟ اي اخذ مثلا هي اذا بليت ابيعها مثلا 3000، اخذ عليها زياده. عفوا، الحاجب بيش تشتريها وبيش تبيعها؟ عمولك؟ الحاجب بيش تشتريها وبيش تبيعها؟ اشتريها بس زين ابيعها ب 4000. 3000؟ اشتريها بخمسه ابيعها ب 10، هيجي. يعني اخذ منها فوق النص، مرات اخذ منها اقل النص. واضح. تسلم مولاي، الله يبارك فيك، رحم الله والديك، مشكورين. واضح. سؤال عندنا، وبعد عندنا اتصال. الأخ أبو زينب من بابل. السلام عليكم أبو زينب. أبو زينب، السلام عليكم مولانا الكريم. السلام، أهلا وسهلا، تفضل أبو زينب، أهلا بك. الله يسلمك ويعافيك سيدنا. تفضل أبو زينب. السؤال بلاش أحاجيك. تفضل أبو زينب. تفضل. تسمعني سيد؟ نعم أسمعك، تفضل تفضل أبو زينب، تفضل. نعم. تفضل. سيد اكو هواي ناس الحقيقه ما تمر على سلهم الغيبه والنميمه، وناس مسلمين يعني صوم وصلاه وعباده، بس تنتهي في حالات غضب. مثلا صار عصبي كلش منتحر، والانتحار عندنا حرام احنا. نعم. ويلقي صاحبه بالنار، فهذا بهيك حاله ما هو محتزم، وما عنده واحد منهم مثلا ما عنده يسوي عمليه جراحيه او لابنته، شو يسوي؟ ما متعودين يكذب على الناس وياخذ منهم ميتهم، انتحر. هذا ما تظل حاسبه اللي ينتحر؟
نعم اللي انتحر قصدك انه الله يحاسبه؟ ما قاعد اسمع السيد. الشخص اللي ينتحر سؤال عن هذا السؤال. سؤال عن الشخص اللي ينتحر مو؟ اي نعم انتحر انتحر هذا هم كان الله يحاسبه هو ما يريد ينتحر لكن يقول لك انا ما اقدر ادبر اموري بهال العمليه فانتحر هذا ما الله يحاسبه. واضح ان شاء الله. نعم شكرا سيدنا. شكرا 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 ابو زينب. شكرا ابو زينب. عندنا اتصال خلنا نجاوب نجاوب. نعم اذا بالنسبه لسؤال اخ فؤاد من كربلاء حول بيع الورق، ذكرنا انه بيع الورق بجنسه يعني بورق حال يعني المعامله النقديه الثمن يكون بها حال جائز المعامله. البيع نسيئه بيع الورق بمثله يعني بورق نسيئه يعني الثمن يكون مؤجل سماحه السيد عند اشكال. اما بيع الورق بالدينار العراقي يعني بغير جنسه بيع الدولار بغير جنسه مثل الدينار العراقي هذه المعاملة جائزة بالقيمة السوقية وأقل وأكثر من القيمة السوقية. يعني لو كان القيمة السوقية 140 يجوز بيع الورق 140 ويجوز أكثر 150 و160 ويجوز أقل أيضا 130 و120 حالا طبعا نقدا ونسيء أيضا يجوز. نعم عندنا اتصال الأخ أبو رائد من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم أبو رائد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. تفضل أبو رائد تفضل. يا فضلك سيدنا شلونك شلون صحتك؟ أهلا وسهلا أهلا أبو رائد. عليكم السلام ورحمة الله فيك. تفضل أبو رائد. سؤال من بلد عماليك. تفضل. يا فضلك سؤال اللي أنا بدي أسوي ضحية وعقيقة نفس الضحية تصير نفس العقيقة لي إثبان مو للميت. الضحية شبيهة تريد سواء نفسك تسوي ضحية وعقيقة؟ تريد تسوي لنفسك ضحيه وعقيقه ابو عقيقه هي ذبيحه واحده ها تريد تسويها نعم ذبيحه واحده عقيقه وضحيه نعم يصير واضح هذا السؤال السؤال الثاني نعم بلي ماذا السؤال الثاني نعم انا اقرا قران واصلى على محمد وال محمد نعم بكثره واهديهم مثل من الرسول صلى الله عليه وسلم من البيت عليهم السلام من الامام عليهم السلام كلهم للامام المهدي اللهم عز وجل الشريف لاهلي يعني بالاخير اقرا الفاتحه لو ما يحتاج. يعني سؤالك انه تهدي ثواب قراءه القران للنبي واهل البيت مو صحيح؟ مو صحيح ابو رائد؟ نعم من الاسماء من بالاسماء من شنو؟ بالاسماء نعم بالاسماء يعني الاسماء من الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي بيت كلهم نعم للانبياء نعم للامام الهادي اللهم عز وجل الشريف بالاسماء واضح بالاسماء اخر شيء الاهلي واضح ممنوع منك شيء ممنوع الله يحفظك حياكم الله اهلا ابو رائد اهلا الله يحفظك ان شاء الله شكرا ملنون. شكرا ابو محمد من كربلاء السلام عليكم محمد ابو محمد السلام عليكم محمد الو السلام عليكم وعليكم السلام اهلا محمد تفضل شلونك سيدنا اهلا وسهلا وعليكم السلام اهلا بكم الله يحفظك سيدي تفضل سيدنا بلا رحمه اني قاعد ببيت جديد نعم وكهرباء يعني اريد اقدم رحت على الكهرباء اريد اسحب على الكهرباء الميزانيه مال الكهرباء نعم
نعم. الميزانية ما الكهرباء. نعم. ألو. يعني راجع دائرة الكهرباء على مود ميزانية. أي نعم أي نعم أي نعم سيد. ورحت ما يقولوا لي السند مال البيت ضايع. نعم. فما يصير ما يطلعوا الميزانية. المهم لقيت سند البيت رحت مرة ثانية يقولون هذا قديم لازم أطلع سند جديد. أنا ما أقدر البيت مال قاعدين بيه إحنا. مال ورثة يعني من أبو أبويا وأبويا أبو أبويا متوفي وأبويا متوفي وبيه هواي مشاكل ما يطلع السند ماله. نعم. يعني فعندي مشاكل زين أنا شلون أضل هاي الإشكال بالكهرباء شلون أنا هسه أروح لهم يأخذون ما يطلعوا الميزانية. نعم. واضح. أي سيد نفريد شنو الحل اللي أنا مثلا أسويه؟ يعني السند صعب يعني أطلع ورثة بيه هواي وش اسمه فأنا شنو حلي؟ واضح إن شاء الله. شكرا شكرا أبو. أي والله ممنون سيدنا. شكرا جزيلا محمد. عندنا اتصال. عندنا اتصال. إذا ماكو اتصال أجاوب الأسئلة. أبو باقر من بغداد. السلام عليكم أبو باقر. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. تفضل أبو باقر. تفضل أبو باقر. أبو باقر تفضل اطرح سؤالك. أبو باقر تسمعني؟ أبو باقر موجود على الخط لبا. للأسف فقدنا الاتصال ويا الأخ أبو باقر من بغداد. إذا أمكن يعاود الاتصال مرة أخرى. عندنا أبو محمد من البصرة يقول أنا موظف ومقبل على الحاج رحت أقدم على إجازة. يصير هاي الإجازة توزع على يعني على عدة أشهر على مود أنه الراتب أخذ الراتب. يعني هاي المسألة راجعة للضوابط القانونية. إذا الضوابط القانونية تسمح بذلك يجوز، وإذا ما تسمح فلا يجوز. هالمسألة مسألة قانونية فلا تخالف الضوابط القانونية اللي عندكم أنتم موجودة في دوائر الدولة. نعم. عندنا منه أم مهدي من كربلاء. السلام عليكم مهدي. أم مهدي من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أم مهدي. تفضل أم مهدي. سيد أريد أسأل السؤال. تفضلي. تفضلي. سيد عندي الوالدة راحت للعمرة. نعم. الوالدة راحت للعمرة. نعم. نعم. اتفقوا على 13 ورقة وصلوا للسعودية تغير رايهم صار 13 ورقة ونص. نعم. زين هم وحسبت عليهم بالعباس وطيناه هي بس طلعنا منها 5000. نعم. نعم. اي سؤال. نعم. حلال علينا او حرام؟ شنو اللي حلال عليكم؟ ما فهمت السؤال شنو. طيب السؤال الثاني اتفقتوا على 13 ورقة. نعم. شنو بعد؟ أم مهدي قطعنا منها 5000 يعني. قطعتوا من عندها. نعم. وغيرت رأيها 13 ونص قالت النوب من وصلوا السعودية. نعم. بعدين يعني قالوا 13 ورقة ونص. واضح. السؤال الثاني سيد. نعم. نعم. اي نعم. نعم. وقطعنا منها 5000 احنا اعطيناها 13 ونص. نعم. وبعدين طلبت 13 ونص مو؟
ثعبان بن تغلب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. سيدا في الساجدين، أمة أنت ودين، واسمك السجاد أضحى منهجا للسائرين. أنت للناس إمام، أنت زين العابدين، أنت زين العابدين. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: السيء الخلق كثير الطيش منغص العيش. حياكم الله مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم، ونعتذر جدا لتكرار الخطأ. أبو محمد بن ديالة يسأل، يقول بالنسبة لتساقط الشعر بشكل غير اختياري، طبعا بالنسبة للمحرم، المحرم لا يجوز له أن يزيل الشعر عن بدنه وعن بدن غيره، يعني بحلق بنتف وما شاكل ذلك. أما إزالة الشعر من دون قصد، يعني أثناء الوضوء، أثناء الغسيل، أثناء التيمم، أثناء إزالة الحاجب اللاصق مثلا، من دون قصد يزيل الشعر، هذا لا بأس به. وليد من الكوت يسأل عن استبدال الطحين بالخبز عند الخباز. طبعا سماحة السيد عنده إشكال بالنسبة لتبديل الطحين بالخبز، يعني الشخص ينطي طحين صاحب المخبز أو الفرن ويأخذ من عنده بدل من عنده، يبدله بصمون أو خبز. سماحة السيد عنده بإشكال، يعني احتياط واحتياط، الإشكال طبعا احتياط وجوبي للتخلص من ذلك، يبيع الطحين على صاحب المخبز، يبيعه ويستلم الفلوس، هاي الفلوس نفسها يشتري بها خبز أو صمون. هذه المعاملة جائزة، لأن هذه بها شبهة ربا، قضية الاستبدال بها شبهة ربا، فمن الأفضل أنه يبيع الطحين
على صاحب المخبز وبفلوسه من يقبض الثمن يشتري به خبز أو صمون. أبو محمد من السماوي يقول أنا أنذر وأنسى، وأنا ما أنذر يعني بالصيغة الشرعية. طبعا النذر إذا لم يكن بالصيغة الشرعية لا ينعقد النذر، النذر لابد أن يأتي به بالصيغة الشرعية، يعني الناذر يقول لله علي. إذا أتى بالصيغة الشرعية نعم ينعقد النذر، إذا لم يأتي بالصيغة الشرعية لا ينعقد هذا النذر. الأخ لم يأتي بالصيغة الشرعية فلا ينعقد النذر، ولو فرضنا أنه أتى بالصيغة الشرعية يعني نذر عدة نذور ونسى، يعني يأتي بالمحتملات. هنا شنو يحتمل؟ يحتمل مثلا صدقة وصوم، يتصدق ويصوم، يحتمل صوم وزيارة الإمام الحسين عليه السلام، يصوم أيضا ويأتي بزيارة الإمام الحسين، وهكذا يأتي بالمحتملات، كل المحتملات ما لم يبلغ طبعا الحرج، ما لم تبلغ الحرج. السؤال الآخر للأخ أبو محمد يقول أنا عندي محل أشتري الحاجب 5 وبيعها 10، هنا يكره الربح على المؤمن زائدا عن مقدار الحاجة. إيش قد يعني أنت محتاج؟ محتاج أنه تربح تطلع في الجزء مثلا أجرة عامل، أجرة للمحل، مي، كهرباء إلى آخره، ومصرف عائلتك أيضا، فالربح بمقدار الحاجة نعم يعني هذا ماكو إشكال به. أكثر من مقدار الحاجة يكره الربح، مو حرام وإنما مكروه. يعني واحد حاجته مثلا يربح 1000 أو 2000 مثلا، هذا مقدار الحاجة حتى يطلع مثلا المصاريف اللي يصرفها والتكاليف في المحل. أكثر من مقدار الحاجة مكروه هذا وليس بمحرم. أبو زينب من بابل يقول ما حكم الشخص الذي ينتحر؟ طبعا ارتكب كبيرة من الكبائر، اللي ينتحر يقتل نفسه ينهي حياته، هاي الحياة اللي الله سبحانه وتعالى وهبها إليه، ينهيها هذا الشخص بطلقة، يكهرب نفسه، يشنق نفسه بحبل، طبعا كبيرة من الكبائر. وورد في الروايات أنه اللي ينتحر، في بعض الروايات أنه اللي ينتحر متعمدا جزاؤه نار جهنم خالدا فيها. أبو رعد من البصرة يقول هل يجوز أن أسوي ذبيحة واحدة، أقصد يعني أسويها يعني هم عقيقة وهم أضحية؟ نعم، يعني إحنا إن شاء الله مقبلين على يعني عيد الأضحى، ويستحب أنه في عيد الأضحى في الأيام الثلاثة الأولى يستحب أن يضحى الإنسان عن نفسه. طبعا إذا ضحى بحيوان عن نفسه هذا يجزي عن العقيقة، العقيقة مستحبة والأضحية مستحبة، إذا عق عن نفسه ما يجزي عن الأضحية، لكن لو سوى الأضحية الأضحية تجزي عن العقيقة. فأنت إذا عقي إذا أنت سويت أضحية عن نفسك هذه تجزي هم أضحية وهم كذلك أيضا هم تجزي أيضا عن عقيقة عن العقيقة. أبو رعد سؤال الآخر يقول أنا أهدي ثواب قراءة القرآن للنبي والأئمة والأنبياء والأهل، يصير؟ نعم يصير، واحد يقرأ القرآن يعني ختمة مثلا أو يقرأ صور أو يقرأ بعض الصور ويهدي ثواب ما قرأه للنبي وللأئمة عليهم السلام وللأنبياء ولأهل بيته، يصير إهداء ثوابة القرآن للأئمة والنبي والأنبياء. أبو محمد بن كربلاء يقول أنا سكنت في بيت جديد وراجعت دائرة الكهرباء ولم يزودوني بميزانية. يعني أبو محمد عليك أنه تراجع دائرة الكهرباء، ده ما يصير أنه تسحب كهرباء من دون ميزانية، يعني لازم تخلي مقياس حتى الدائرة تعرف أنت شقد استهلكت كهرباء، فيخلون ميزانية، وما يصير تبدون ميزانية ومن دون مراجعة دائرة الكهرباء. يعني لابد من إيجاد حل لهالقضية، حل قانوني، لابد أنه تراجع الدائرة وتجد حل لهذه القضية، ما يصير تترك الأمر هكذا من دون ميزانية من دون مقياس وانت ما تعرف إيش قد المبلغ اللي استهلكته من الكهرباء حتى الدفعة للدائرة. أم مهدي من كربلاء
تقول والدتي سافرت للعمرة واتفقوا على 13 ورقة، يعني الأجرة مال العمرة 13 ورقة، احنا قطعنا منها 5000 وبعدين طلبوا 13. طبعا هذا يعني عقد إجارة بينكم وبين الحملة دار، يعني إذا أنتم متفقين الأجر المسمات في العقد إذا كانت 13 ورقة، الأجر المسمات بالعقد يجب عليك أنه تسلمين 13 ورقة، ما يصير تقطعين من عتها، ولو 5000 ما يصير تقطعين. وكذلك أيضا بالنسبة للحملة دار أيضا ما يصير يأخذ أكثر من الأجر المسمات في العقد، الأجر المسمات يعني ما طول عقد الإيجار هذا صحيح، فأنت ملزمة تسلمين صاحب الحملة الأجر المسمات في العقد، الأجر المسمات في العقد 13 ورقة، تسلمين فقط 13 ورقة، ما تقطعين من عندها، حتى لو 1000 دينار ما يصير تقطعين من عندها. وأيضا أبو الحملة ما يصير يأخذ أكثر من الأجر المسمات في العقد، الأجر المسمات 13 ما يصير يأخذ أكثر من عندها، مثلا ولو مثل ما ذكرت الأخت بنصف ورقة. عندنا اتصالات السيد المخرج، عندنا اتصال، نعم. أخوان الأعزاء شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.